بغينا نهنئ الفريق المنتخب المصري. اول كلمه كنهنئ المنتخب المصري على اللعب ديالو، على الروح الرياضيه، وعلى المقابله ديال 120 دقيقه. ثاني حاجه، علاش كنهضر على المدرب ديال خليل وزيت؟ علاش خرج بوفال؟ بوفال كان داير مشكل المنتخب المصري، من ما علاش مخرجو؟ علاش بوفال خليه؟ وهذا هو النظر ديالي. واول حاجه وثاني حاجه كنبغي نهنئ المنتخب المصري، كنقول لهم الف مبروك الف مبروك اشقاء اخوتنا المصريين. بالنسبه للمنتخب الوطني، بالنسبه للشوط الاول بصفه نهائيه، ملي مركاو البيت ما كاينه كره، بقينا كنحافظوا على ذاك البيت ما كاينه كره. هذا الشيء راه راجع للمقابله الاولى والثانيه والثالثه، ما كاينه فراجة ما كاينش. لهذا كنقول لكم من عندي انا كمغربي، الناخب الوطني ما كاينش، لا خطه باش كيلعب، لا حتى شي حاجه مفهومه. بالنسبه للشوط الثاني، الشوط الثاني ما كاينينش كاع نهائيا. واش من كره هذه؟ فاش تفرجنا هنا وحنا باركين الناخب الوطني، وكل شيء لا تغييرات لا في محلها، لا حتى شي حاجه في محلها ما كاينه. وعندنا منتخب، عندنا لعيبيه كبار. ميسر ما تلعب والو، ما تلعب والو، دخلت بحال عمرهم قاسوا كره الجوال. مشى هاد اللعبه خويا، بغينا نفهموا غير حاجه وحده، علاش حنا ما نفرحوش كيما كاع الناس اخويا؟ بغينا نفهموا حاجه، الناس كاملين يفرحوا، خوتنا لي زانجيريا هادوك نستعرض بهم كيلعبوا على التوني، حنا ما عندناش اللي يلعب قلب على التوني، كاملين، ما كانش عندنا جواره ولا نكذبوا على راسنا، ما كانش اللي كيلعب على التوني، ابار حكيم وبوفاه. بوفاه علاش مخرجوا لنا خويا؟ باغي نعرف حاجه، علاش مخرجنا بوفاه؟ كنا صريحين مع ريسالنا، اليوم ما كناش في نهارنا. حتى لي سونجمون اللي دارهم لونترينور باش يخرج بوفال و ليزاتاكو اليوم ما كانوش في نهارهم. لونترينور نكونوا صريحين، حتى في مليو التيران كان عندنا تخير بزاف. بلاص زياش خلاها خاويه بكل صراحه. الدراري اليوم ما كانوش مزيانين، باش نكونوا صريحين مع ريسالنا. بروميير ميتون من دخلنا مزيانين، ان فوا ماركينا بالبيت الاول ولينا اللور. باش نخرجوا نلعبوا كره، كون خرجنا نلعبوا كره غادي نقدروا نعمروهم. باش نكونوا صريحين، اليوم ما كناش في نهارنا. هالتريك المنتخب المصري ولا بوش ان شاء الله.